في تاريخ 10 جوان 2013 كلفني السيد رئيس الجمهورية بإعداد تقرير حول مشروع الدستور بمعية فئة من الخبراء، وقد قمنا بهذا العمل واقترحنا بعض التنقيحات، البعض منها يتعلق وهي قليلة في الحقيقة، يتعلق بباب الحريات، وأكثرها يتعلق بالتنظيم السياسي، معناه بالتوازن داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أدخلنا بعض التحويرات كي نصل إلى شيء من التوازن المعقول داخل السلطة التنفيذية وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية. بجانب ذلك اقترحنا بعض التعديلات حول النظام القضائي فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمجالس الفرعية من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية. هنالك تعديلات لابد منها لنضمن للمحكمة الدستورية سيرا عاديا ومعقولا. وأخيرا قدمنا اقتراحات تتعلق بالفصل 141 المتعلق بالتعديل الدستوري، وفوق كل شيء باقتراحات تتعلق بالأحكام الانتقالية، وهذا شيء هام جدا. وفي هذا الغرض قدمنا فرضيتين، الأولى تعتبر أسبقية الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية، والأخرى تعتمد على أسبقية الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية. هذا ما قمنا به، واليوم قبل حين سلمت للسيد رئيس الجمهورية التقرير الذي وعدنا بإنجازه. شكراً.